احنا جايين نبايع المهدي ليحكم الارض والبلاد عدلا بعد ما ملأ الظلم الهجوم. بالحرم المكي جايين ناس محتلين توي سمحك الله. انس انت وياه انس اذا رايتم احد منهم يرفع يده يرفع يده بطلق عليه النار. انتم ايش تبون السالفه هذه؟ الكل يطمع في ان يفكك او يحكم هذه البلاد. لازم نهدى بهيبتنا وما نتواصل مع بعض ابدا. ما باي احد يدري ان في خاين بيننا قاعد يقتل اخواننا. فتوى من هيئه كبار العلماء باقتحام الحرم وتحرير الرحايا. العاصوف الليله 7:30 بتوقيت السعوديه على الـ NBC 1. رمضان يجمعنا.